السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنى ان شاء الله ان يلقاكم في كامل الصحه والعافيه. اليوم جبت لكم وصفه اللي هي زوينه بزاف. هذه الوصفه خاصه للنساء اللي سيعانيون من البقع السوداء او لا من الكلف من بعد الولاده. هذه الوصفه هذه سهله وبسيطه، يعني ما كتستعملش على بزاف ديال المكونات، فقط كنحتاجو جوج ديال المكونات. كيف ما كتشوفوا معايا عندي الحامض او الليمون وعندي النشا. بهاد جوج المكونات هادي غادي نديرو هاد الوصفه هادي. المهم انا في الاول غادي نقدم لكم الوصفه باش ما نطولش عليكم، حيت كاين شي بنات يعني كيبغيو الوصفه مختصره، يعني ما كيبغوش هكا الفيديو طويل. انا نعطيكم الوصفه هي الاولى، واللي بغى يعرف معلومات على الحامض وعلى النشا انا غادي حتى نصوب لكم الوصفه ان شاء الله، وغادي نقول لكم المنافع ديال الحامض وديال النشا. ندوزو دابا نحضروا الوصفه ديالنا. هاد الوصفه ما كنحتاجوش بزاف ديال المقادير، كما شفتوا معايا يعني عندنا جوج ديال المكونات هما اللي عندنا. عندنا النشا كناخذوا معلقه نشا، كنضيفوا معاها معلقه ديال الحامض، كنخلطوا هاد المكونات هادو جوج. إذا جاكم الخليط أنه مطلوق شوية كنزيدو شوية النشا باش نخلطو على واحد الخليط اللي هو متماسك، اللي غادي يقبض لينا على البشرة ديالنا. وبالنسبة للناس اللي عندهم حساسية من الحامض، يعني بلا ما يستعملوها، باش من الاول انا نعلمكم نقولها لكم. نزيدو مزال شويه شويه دابا حصلت على واحد الخليط اللي هو متجانس، اللي غيقدر انه يقبض ليا البشره ديالي. من بعد ما تنخلطوا الخليط ديالنا راه غادي يجيكم لزيج واحد شويه كيف ما كتشوفوا معايا. هذا نشدوه وغادي نطبقوه على البشره ديالنا. الناس اللي عندهم يعني الكلف اولا البقع داكن عندهم في مكان محدد، يعني ماشي في الوجه كامل، يكفي انكم تطبقوا الوصفه على المكان اللي هو فيه البقع الداكنه اولا فيه الكلف، وكنخليوه لمده 20 دقيقه. من بعد كنغسلوه بالماء بارد، ومن بعد ملي كتغسلوا الوجه ديالكم كتنشفوه. اي كريم مرطب عندكم في البيت ديالكم كتستعملوه، ممكن انكم تستعملوه. ويفضل الى عندكم سميتو الفيتامين او حتى هو تضيفوه لهذاك الكريم اللي نتوما كتستعملوه، ديروه البشرة ديالكم راه كيرطب البشره وتيحارب التجاعيد. ودابا وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله انكم تشجعوني بلايك الفيديو وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم. واللي ما مشاركش في القناه يشارك في القناه ويفعل زر الجرس باش نبقى نشارك معكم كل جديد باذن الله. مع السلامه.